السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم المرأة مهارين. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الصينية ديال الدجاج اللي كتجي رائعة بنينة وسهلة واقتصادية، واللي كتحضر في واحد الوقت اللي وجيز. نتمنى أنكم تجربوها، لأنني متأكدة إن شاء الله غتنال الإعجاب ديالكم. وكما كنقول لكم دائما، لا عجبكم الفيديو خليو لي لايك ديالكم، واللي كيشوف فينا أول مرة تنقول لكم مرحبا بكم، تابوناو معنا بالضغط على الزر الاحمر صابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونبداو على بركة الله بالمقادير. عندي هنايا قطع ديال الدجاج، المهم اللي متوفر عندنا. عندي هنايا بالنسبه للتوابل، عندي واحد معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، معلقه صغيره ديال البابريكا اللي هي التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي اللي هو الكركم، ومعلقه صغيره ديال الملحه. عندي واحد 3 دروز ديال الثومه، واحد نص معلقه صغيره ديال الهريسه، عندي واحد معلقه كبيره ديال عصير الحامض، عندي هنا واحد 3 معالق كبار ديال الكزبره ومعدنوس. بالنسبه للخضر انتم يعني ديروا الخضر اللي بغيتو، انا غندير هنا واحد 3 البطاطات، واحد نجاله كقطعتها دوائر، واحد جوج مطيشات هكا غير متوسطين قطعتهم حتى هما دوائر، وعندي الفلفل، وعندي شويه الزيتون وشويه ديال الحامض. ندوزو دابا نوجدو لاصوص ديالنا اللي غندير نزيد التوابل كاملة على هاد الشكل. نزيد الثومة والهريسة، نزيد هاد المعلقة ديال الحامض، ونزيد واحد 3 معالق كبار ديال الزيت، صافي نحرك هادشي مزيان. هذا هو العصوص اللي غنرقدو فيه داك الدجاج ديالنا، خاصو معاه شويه الزيت، المهم واحد 4 معالق كبار ديال الزيت، عارفين الدجاج شويه كيبغي شويه ديال الزيت. صافي ناخذ واحد الهويد بحال هكا، شد هاد الدجاج ديالي كله نتقبو غير باش يدخل ليه الطياب. ناخذ الطاوله اللي غنقدم فيها على هاد الشكل هنا، نقرب ليكم. صافي نبدا دابا نعمي هداك الدجاج ديالي على هاد الشكل هنا، كيما كتشوفو صافي. ندوز دابا ندير الخضيرة ديالي، ناخد الدنجال هو الأول. البطاطا ديالي ندير حتى هي في هذيك الربيع ومهدنوس وهذيك التوابل اللي ضفناها وهذاك الزيت. صافي على هذا الشكل، وناخذ واحد المعلقه ونحرك مزيان باش هذاك الخلطه كلها تغطي لنا هذيك البطاطا ديالنا. صافي ونبدا نستف فيها هكا فوق الدنجال كامل حتى نكملها. ناخذ دابا الفلفله ديالنا حتى هي ماغينيوها في هذيك لاصوص، نحركوها هكا مزيان. صافي ونبداو نستفوها، وانتم راه كديروا الخضره اللي بغيتو، يعني اي حاجه تبغوا تضيفوها
ضيفوها، ديروا فلافل ملونه، ديروا فلفله الحاره، المهم داكشي كيبقى اختياري ديال كل واحد. المهم غير الطريقه، والخضر يعني كتبقى على حساب الرغبه ديال اي واحد بغى يدير شي حاجه اخرى يديرها. صافي هنا ناخد مطيشه ديالي حتى هي نخلطها في هذيك لاصوص، صافي نستفها فوق هذيك الخضيره ديالي كما كتشوفوا. صافي هذا الشكل، وهذاك الشيء اللي بقى لنا لاصوص حتى هو ما نرميوش، يعني حتى هو نزيدوه فوق هذاك الدجاج ديالنا. صافي على هذا الشكل، ودابا غنزيد هذاك الطريب ديال الحامض وندير هذوك الزويتينات ديالي. صافي وهكا كنكونوا كملنا هاد السينية ديال الدجاج كما كتشوفوا، راه كتجي زوينه. ناخد دابا ورق المطبخ او لبابي سلفوريزي ونغطي به هو الاول. صافي وعاد من بعد ندير بابي الومنيوم وندخلها البنات الفران اللي نكون سخناه من قبل على درجه حراره 200، نكون مشعل عليه من الفوق ومن التحت. صافي وندخلها طيب، نخليوها تقريبا ما بين 30 حتى 45 دقيقه. هذا هو الوقت تقريبا اللي غادي تطيب لينا فيه هاد الصينيه ديال الدجاج. ودابا نشوفوا لا سلطه اللي غادي نرافقوا بها هاد الصينيه ديالنا. دابا غندوز السلطه ديالي اللي غنكون تكون على هذا الشكل هذا. غناخد الخس اللي كما كتشوفوا انا راه كنديرو في الثلاجه على هذا الشكل هذا، كيبقى مزيان. عندي هنا الخس، عندي شويه ديال الباربه، عندي مطيشه هكا قطعت هذه دي بتي مقصو، عندي هنايا البصله اللي قطعتها هكا مربعات صغار وصهدتها شويه في مقلاه، فيها شويه الزيت شويه البزار شويه الملح وشويه الربيع. اي كما كتعرفوا دابا البرد والسلطه بغينا يعني زعما تكون شويه سخونه ما تكونش بارده. صافي درت لها هذا الشكل هذا. نروح دابا للتزيين، ناخذ هكا الخس ديالي صافي. المهم التزيين كيبقى اختياري كل واحد وشنو كيبغي يدير. تاعنا الشكل هذا صافي. ناخذ المعلقه ديالي ندير هكا شويه ديال الباربه. المهم هادشي انا ما معطراش حتى الاخر، غنزيد العطور. ناخذ هنا شويه ديال المطيشه ندير هنا الشكل هذا. صافي صافي ناخذ ديك البصيله ديالي ندير واحد شويه الوسط.
هادشي اختياري، كل واحد يقدم داكشي كيما بغا هو. كما كتشوفوا كتكون هذه هي السلطه ديالنا. كنقدمها هنايا مرفوقه بواحد كنقدمها هنايا مرفوقه بواحد شويه ديال الزيت النباتي، شويه ديال الخل، مليحه وزايره صافي. تنقدمها مرفوقه معها، اللي بغاها راه كي شويه وتيكفك منها صافي. وندوزو دابا نشوفو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هذا هو الطبق النهائي ديالنا كما كتشوفوا. هاد الصينيه ديال الدجاج كتجي رائعه رائعه ومدغمره وبنينه بزاف. هذه السلطه اللي رافقنا بها، درت انا واحد شويه ديال الزيتون خضار، هذه الخلطه اللي غادي نسقوا بها هذيك السلطه ديالنا، ودرت شويه ديال الزيتون كحال. وكما كتشوفوا هذا هو الطبق النهائي، كيجي رائع رائع وبنين بزاف. نتمنى انكم تجربوه لانني متاكده ان شاء الله انه غادي ينال الاعجاب ديالكم. وكما كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك ديالكم، وما تنساوش بالتعليقات المحفزه ديالكم. وتنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.